السلام عليكم، أنا اسمي محمد باقر من جامعة الكوفة. إن شاء الله حاول أشرح اليوم النيرفوس تيشو. النيرفوس تيشو أو النيرفوس سيستم collects stimuli from the environment and transforms such stimuli into nervous impulses. هذا النيرفوس سيستم شو راح يسوي؟ راح يتحسس التحفيزات أو التغيرات في البيئة. شلون؟ مثلا هنا عندنا هذا متخيله عصب. لما في هاي المنطقة مثلا يحس انه شيء لمسه راح يصير تغير بالشحنة، مثل ما درسنا بالاسهم الفيزياء الطبية، وهاي الشحنة راح تمشي وياها الى ان توصل وين؟ للسنترال نيرفوس سيستم. فشو يسوي؟ راح يحول هذا المحفز الى نيرفوس امبولس. هذا نيرفوس امبولس وين راح يودي؟ to a large highly organized reception and correlation areas، لمناطق بالدماغ يعني مهمتها انه ترجم هاي امبولس اللي وصلها، يعني يعرف شنو التغير اللي صار. وراح ايش راح يسوي؟ راح يرسل رساله يعني امبولس ثاني للافكتور اورجان، انه مثل يقول an intern issued an effector organ to institute appropriate response. يرسل هذا الافكتور اورجان انه سوى رد مناسب. شنو الافكتور اورجان بالضبط؟ الافكتور اورجان هو الاورجان اللي يستلم الاشاره من الدماغ، الامر اللي من الدماغ. مثلا خلينا نقول واحد زادت درجه الحراره، راح النيرفز راح تحسس هذا الشيء، ترسل رساله للدماغ. هذا راح يجي امبلس ثاني للافكتور اورجان، للسويت جلاند، يقلها سويت جلاند، يقلها افرز سويت حتى نقلل درجه الحراره ونحافظ على التوازن. او مثلا احنا ايضا عندنا مثال شلون انه ستيمولس محفز للعين، العين شافت قلاص الماي، راح ترسل رساله للدماغ امبلس، هو راح يترجمها ويدز امبلس ثاني للافكتور اورجان اللي هي العضله، يقول شيل الجلاس هذا اللي يشربون. طبعا شو اسمه correlation، يعني هي منطقة بالدماغ انه تحاول يعني تعرف الباترنز الانماط او اشياء معتاد يسويها ويرد عليها بسرعة، هو يعني هيك شيء. these functions are performed by highly specialized cell called neurons. طبعا يسويها خلايا متخصصة جدا تسمى بالنيورون، واللي ويا الخلايا المسانده مالتها supporting cell، وايضا extracellular material from this integrated communication network. هو راح يجي السؤال يقول لك what is integrated communication network consists of، what does it consist of؟ راح يجي consist of the neurons، خلايا العصبيه، neuroglia خلايا المرافقه، و extracellular material الخلايا يعني الماده البين الخلويه او الماده الماتريكس. في هاي المكونات الثلاثة الـ Integrated Communication Circuit Network أو الشبكة مع التواصل الموجودة هنا. فهي عن شاهدت مقدمة سريعة. Subdivisions of the Nervous System Anatomically. إحنا طبعاً الـ Nervous System راح نقسم ثلاث مرات، Anatomically, Functionally, and Structurally. راح نبدأ Anatomically تشريحياً. Anatomically لاحظ أنه بهاي الصورة أكو لونين بنفسجي وأصفر. البنفسجي هو السنترال نيرفوس سيستم النوع الاول، والاصفر هو البريفيرال نيرفوس سيستم النوع الثاني. السنترال نيرفوس سيستم يتكون من البرين والسباينال كورد، اما البريفيرال نيرفوس سيستم فلاحظ هنا بين انه يتكون من البريفيرال نيرفز الاعصاب المحيطيه والجانجليا اللي هي انتفاخات في هاي الاعصاب. طبعا هنا قلنا نيرفوس سيستم من ناحيه تشريحيه اكو سنترال وبريفيرال. Central يتكون من البرين and spinal cord يمسك عن interpretation and response formation، يستلم الإشارة من السنسري يحاول يترجمها وراه يدز response إجابة للإفكتر أورجن حتى يستجيب. والبريفيرال يشمل كل النيرفز اللي خارج البرين spinal cord بس ذني، والباقي خارج كله يسمون بريفيرال. وقلنا يتكون من جانجلي وبريفيرال نيرفز. مهمة الأهم إنه يوصل الإشارات من السنسري للسي ان اس، ومن السي ان اس للافكتور ترانسفورميشن للامبولس. ستراكشرالي من الناحيه التركيبيه، احنا طبعا ايش قلنا؟ في قلنا نيوروجليا نيورونز وماتريكس، انا ما قايل ماتريكس يعني استحشي بس عن نوع الخلايا نيورون ونيوروجليا. النيوروجليا نفسها سبورتنج سيل، النيورون بها سيل بودي وبروسيسز، يعني هي الخليه بها سيل بودي وايضا بها البروسيس اللي تطلع منها، هي الاكسون والدندرايت. اشوف اكو صوره هنا، مثل هنا عندنا هذا وياه هو السيل بودي،
وهذا الدندرايت اللي يسمون بروسيسز، هذا الاكسون هم بروسيسز، فهو يكون جزئين السيل بودي والبروسيسز. خلاص احنا طبعا عندنا انواع الخلايا من النيورونز، عشان النيورونز خلايا اساسيه، اكو سيدو يوني بولر ومونو بولر، وكل نوع ثاني باي بولر، وكل نوع ثالث مالتي بولر. واحد اثنين ثلاثة. طبعا الجلوبيلر سيل بودي، انه هذا النوع بسيدو بولر مونو بولر يكون عنده جلوبيلر سيل بودي، يكون السيل بودي على شكل دائرة او كرة وهكذا شيء. اللي في باي بولر انه يكون على شكل فيوزيفون مغزلي مثل ما سرى شوي. والمالتي بولر يكون الموست دوميننت تايب، اكثر نوع من الخلايا بالنيرفال سيستم هو المالتي بولر من النيورونز. طب قلنا هذا جلوبيلر دائري، هذا شو اسمه فيوزيفون مغزلي، هذا يكون معظم ستار لايك، قد يكون بايراميد وقد يكون فلاسك. وين نلقاه؟ المونو والبسيجو والمونو نلقاها بالجانجليا، الباي بولر نلقاها بالرتينا مع العين الشبكية، والفاكتور إبيثيليوم هذا موجود بالأنف مسؤول عن الشم، والإنر إير أيضا الأذن. المالتي بولر وين نلقاها؟ نلقاها بالموتر نيورونز، الموتر نيورونز هي مكانها الأساسي، وأيضا هاي الأماكن الثلاثة اللي قلناها. طبعا الكلاسيفيكيشن بيز اون ذا سيل بودي شيب اند بروسيس نمبر، شلون اللي اقول لك احنا شلون صنفنا النيورون؟ اذا صنفناها حسب الشيب مال سيل بودي، هنا عشان جلوبيولر فيوزي فورم، هنا ستار، وايضا عدد البروسيسز، عدد قلنا الاكسون والدندرايت. مثلا هنا عندنا هنا بس بروسيس واحد يصير اكسون ودندرايت، لذلك يقولون مونو. هنا بي باي اكو اثنين بروسيسز، واحد اكسون واحد دندرايت، اكو هنا مالتي واحد اكسون وواي دندرايت. طبعا هسه اوضح على الصوره هنا، هذا نبدا بالسيدو يوني بولر. سيدو يوني بولر بي بروسيس واحد، يعني تفرع واحد. شوف هذا التفرع الطالع، هذا التفرع ينقسم الى اكسون ودندرايت. الدندرايت هو اللي شو اسمه اللي يجي من السنسوري، والاكسون هو اللي يروح السنترال نيرفس سيستم، السنسوري هو اللي يتحسس مثل الجلد زي ما قلنا قبل شوي. بالباي اكو اثنين بروسيس، هذا بروسيس وهذا بروسيس، مو مثل هذا متصلين بروسيس واحد، هنا لا، بالباي منفصلات، هذا دندرايت وهذا الاكسون. بالمالتي بولر يكون اكسون واحد وهواية دندرايت 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 دندرايت، كذا كلمة دندرايت. فجاي لاحظ هنا دائما الاكسون عدده واحد، هاي هنا عنده اكسون واحد اكسون واحد اكسون واحد، بس الدندرايت هنا يكون الدندرايت ويا الاكسون واحد، يعني بروسيس واحد، هنا لا منفصل عنه، هنا اكو هواية دندرايت. فاللي يختلف هو بالضبط دندرايت وعددها وين تكون. فهنا the neurons are named according to their shape، قلنا حسب الشيب وحسب عدد البروسيسز. their structure similar to the central and peripheral nervous system، النيورون تكون نفس التركيب سواء كانت بالمركزي او المحيط. نجي بالنوع الاول المونوبولر او بسيدو بولر او بسيدو يوني بولر نيورونز. طبعا شنو تتميز؟ انه يكون عليها بروسيس واحد مثل ما قلنا هنا، هذا تفرع واحد، وهذا التفرع ينقسم and divide to form a T shaped with one branch extending to the peripheral endings and the other towards the central nervous system. مثل ما قلنا هذا بروسيس واحد، هنا طلع منه وتفرع، قسم راح للسنسري وقسم راح للسنترال نيرفس سيستم، ويسوي مثل حرف تي، هذا هنا عندنا شنتي. بعد شو يقول وين موجود؟ موجود بالسباينال جانجليا اند موست كرانيال جانجليا، يكون شكلها جلوبيلر مثل ما قلنا قبل شوي. احنا الباي بولر، باي بولر شعلها يكون عامل تو بروسيسز، اثنين، هذا واحد واثنين. attached to the cell body، طبعا يكون مثل ما قلنا شكلها فيوزي فوم مغزلي. such cells are found in the olfactory epithelium، قلنا موجودة في الخشم هذا olfactory epithelium، inner ear والretina. multipolar neuron، multipolar عندها أكثر من processes، هنا عندها واحد، هذا اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، فعندها أكثر شو اسمه أكثر من اثنين، وكل موجودة بالموتر نيورونز بالضبط. وطبعا هاي المالتي بولر صرنا على خير جناح عنه، يكون عنده نيوكليوس كبيره وبرومننت نيوكليولس، النويه مع النيوكليوس كل واضحه. فهنا عندنا هاي النيوكليوس وهاي النيوكليولس هنا واضحه بنصها. طبعا هذا مالتي بولر مثل ما نشوف واحد اثنين ثلاثه اكثر من اثنين، فهو اكيد مالتي بولر.
بس بسرعة نعيدها. البسيدا والمونو يكون تفرع واحد يعني بروسيس واحد وينقسم. الباي بولر بي اثنين، واحد اكسون واحد دندرايت. المولتي بي هواي اكسون بي واحد اكسون وهواي دندرايت. وهذا جلوبيولر فيوزي فوم ستار، هاي الكلافات الرئيسية. النيورال سيلر بادي تو. This micrograph show parts of the two motor neurons, the characteristic nucleus and the prominent nucleolocyte. طبعا لكم مشكلة بالكتابة أعتذر عن هالشي. Are shown. Note that the granular appearance of the cytoplasm white arrow. This material is called nestle substance and represent clumped rough endoplasmic reticulum and ribosome. شو اقصد بهذا الحكي؟ يقول لي هاي الصورة جاي نشوف هنا اثنين موتور نيورون. طبعا شنو موتور نيورون؟ يعني مالتي بولر نيورون. ونلاحظ انه قلنا هاي نيوكليوس، هاي كنا نيوكليوس واضحه ونيوكليولس هاي واضح. وجرانيول ابيرنس اوف ذا سايتوبلازم، يكون السايتوبلازم مالتها على شكل جرانيولر حبيبات مثل هاي بين حبيبات حبيبات حبيبات. وهاي الماده يسموها نيسل سبستانس ريبريزنت كلابت راف اندوبلازم كريتيكليوم اند رايبوسوم، واللي يمثل عن مجموعة من الراف اندوبلازم ريتيكليوم ويا الرايبوسوم مجتمعين. مثل هنا عندنا كم واضح هاي هنا، هسا هذا عندنا هاي السيل بادي، هاي النيوكلياس هاي النيوكليولس واضحة. هنا عندنا هذا مأشر نيسل سبستانس، هاي ايش تكون شكلها حبيبة، هاي عبارة عن راف اندوبلازم ريتيكليوم شبكة البلازمية بتكون يتم اتصالات ببعض هي والرايبوسوم مجتمعات فيصير مثل حبيبة. طبعا هاي سندرسها بالسلايد الجاي. The processes attached to the nerve cell bodies are two. طبعا قلنا اكو اثنين اكسون دندرايت من البروسيسز اللي تتصل بالسيل بادي. الاكسون which conduct impulses away from the cell body. هذا الاكسون راح يرسل بعيد عن السيل بادي. بينما الدندرايت conducting to the cell body. شنو معنى هالشيء؟ هنا هذا عندنا. هاي السيل بادي. وهذا دندرايت. الإشارة راح تجي لهنا من السيل بادي من برا للدندرايت، ولما تعوف السيل بادي تروح لغيره منها، فالدندرايت يستلم منه والأكسون يرسل منه. هنا هم جاي يحكي عن النسل سبستانس، هنا هاي النسل سبستانس اللي هي عبارة عن راف اندوبلازمك ثليم مجتمع بسوء. يقول هاي يكون موجود بالسيل بادي والدندرايت. سا هنا السيل بادي بيها نسل، هاي الدندرايت بي نسل. الأكسون يكون ما موجود بيه لا هو ولا بالأكسون هيليك. شنو الاكسون هيليك؟ هو المنطقه اللي يتفرع منها مثل هنا هاي هنا او هاي هنا اللي يتفرع منها الاكسون ويطلع. فهنا جاي نلاحظ هنا ماكو بعد نصف بدل، شو بس هنا وبالدندرايت شويه الاكسون ابد ما بي لا هو ولا بدايته. فهنا يعني شلون نفرق بين الاكسون والدندرايت لما نشوفه تحت المجهر. اي فنرجع نقرا. The one labeled by the green arrow is a dendrite. هذا مو عليه سلام قدر، هذا dendrite. Nissl substance passes from the cell body into the processes. يقول لك يعني Nissl هاي ال endoplasmic reticulum يمر من ال cell body لل dendrite. The process labeled by white arrow is an axon. هذا هو الأكسون. هاي بدايته. It contains no Nissl. يعني لاحظ انه ماكو حبيبات جاية منها. And Nissl is also absent from the region from which the cell body arises. أيضا يكون موجود بالمنطقة اللي يطلع منها. The area lacking Nissl is called the axon hillock. هاي اسمها الأكسون هيلوك. هاي أيضا. هاي أوضح. هنا هذا cell body. هنا الأكسون جاي يطلع. هاي المنطقة هنا بدايته يسموه أكسون هيلوك. فنروح للي ورا. Axon usually terminates in a twig-like branching. هذا الأكسون بالعادة إنه ينتهي مثل الشجيرة. هذا هنا. شوف لحظة. مثل الشجيرة. تفرع مثل الشجيرة. The telodendria. ويسموه ايضا بالتيلو دندريا. هذا الاكسون تيرمينال، هذا يسموه تيلو دندريا. هنا ايضا اسمه واضح تيلو دندريا، هاي المنطقه الزرقاء. ف which contact the pericaryon dendrite or the axon of one or more neuron at synapses. طبعا نسيت اوضح شنو البريكاريون. البريكاريون هو نفس السيل بادي. يقول هذا الاكسون نهايه التيلو دندريا ممكن تلامس الاكسون، تلامس اكسون عن اكسون ثاني دندرايت اور سيل بادي مال خليه ثانيه. عندنا ساي هنا الصور، هذا اكسون مرتبط بالسيل بادي، هذا اكسون مرتبط بين دندرايت، هذا اكسون مرتبط باكسون ثاني. ف
بوضح الشغلة. At their termination, the axonal twigs show a small swelling called photons terminal. يقول إنه بنهاية هذا التيلو دندريا راح يكون لكم انتفاخ صغير. هذا الانتفاخ يسموه terminal buffer. طبعا هذا يكون specialized part of the axon. دكتورة قالت يكون specialized part of the axon لأنه المسؤول إنه ينقل المواد من نيوران لنيوران. هذا راح يصير بالسينابس الفراغ البياناتي ينتقل المادة للي بعده. هنا راح يكون هنا النيورون الثاني هذا أكسون مالتها. فبهاي المنطقة التيرمينال باتو راح يكون ينتقل للدندرايت من الخلية اللي وراها حتى يروح للسيل بادي راح يطلع الأكسون في مثل هاي الخلية استلمت الستيمولاس ودتها على الأكسون وصل هنا للتيرمينال باتو راح ينتقل الدندرايت الخلية الثانية ويكمل الأكسون للسنترال نيرفس سيستم. إيش؟ خلاص. The processes of the nerve cell are collected together and run as peripheral nerves. The processes. Processes يعني أقصد بالضبط الأكسون. تجتمع وتكون على شكل peripheral nerves بالperipheral nervous system. الأكسونز إذا كانت بالperipheral nervous system يعني الجانبي راح يكون شكلها على شكل نيرفز. الصورة قبل شوية هذا السيل كله معظمه عبارة عن أكسون. سيل البريفيرال نيرف معظمه عبارة عن أكسون. فيقول لك إنه الأكسون يجتمع على شكل نيرف فايبر. لا على شكل نيرف. ويكمل. إذا سيأخذ أعرف من البريفيرال نيرف سيستم يكون على شكل أعصاب. شو يصير بالسنترال؟ السنترال راح يسوي فايبر تراك. الفايبر تراك مثل هنا هذا جزء من السباينال كورد صح بالصورة الجاية. هذا فايبر تراك موجود بالعقل. يعني شنو هذا؟ عبارة عن مجموعة اكسون بالعقل. بعد شنو عندنا هسه هذا سباينال كورد. سباينال كورد جزء من السنترال نيرفس سيستم يكون به واي تراكس. هاي بين تراك هذا تراك 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 هاي تراك عبارة عن مجموعة من الاكسون اللي جاي تمر السور حتى ينقل الإشارة. فهو يعني شلون يكون شكله بالضبط؟ راح يصير مثل هنا عندنا نيورون راح ينزل ماته الاكسون راح ينزل اكسون مثل هنا هاي من نيورون ينزل اكسون ينزل اكسون. فلما تاخذ هنا مقطع راح يطلع عندنا هذا الشيء. فان كل منطقة من هاي هو اكسون من منطقة من العقل اكسون مجموعة من هاي التفرع اللي يطلع منها ويجتمع بهذا المكان. اي فهو هيك يكون شكله هذا يعني تجمع الاكسون بالبريفيرال يسمون بريفيرال نيرف هو عصب مجموعة اكسون. بالسنترال لا يكون يسمون تراك فايبر تراك مثل هذا فايبر تراك هنا بس هذا مجموعة اكسون جاي تمشي سوا هذا مجموعة اكسون جاي تمشي سوا او هيك لان هاي هناك نيورون ومات الاكسون ينزل هيك ينزل هيك بيسبب هيك شيء. Supporting cell of the peripheral nervous system يعني نقول الخلايا الساندة في البريفيرال بعدنا مو يم العقل والسباينال كورد الصاب المحيطية نكو اثنين اللي هي سيتوان and satellite cells. السيتوان سيل هي مسؤولة انه تسوي الماينين elongated neuroglial cell neuroglial يعني خلايا داعمة elongated elongated that sheath axon in the peripheral nervous system. شخص بهذا الحكي صار يكون متطاول شفنا هذا سيتوان سيل متطاولة يكون على شكل مثل مستطيل تحيطة أو أسطوانة تحيط الأكسون that sheath the axon تحيط الأكسون. راح ندرس إنه شلون نسوي هاي المايلين سيتوان سيل هاي هنا وهذا البلازما ممبرين مالتها محيطها راح ندرس بعدين شلون نسوي مايلين. زين شنو الساتلايت سيل؟ الساتلايت سيل هي عبارة عن flattened peripheral neuroglial هي عبارة عن تكون مسطحة flat surround the bodies of the ganglion cell and spinal cranial and autonomic ganglia. الganglia طبعا هذا موضوع راح ناخذه واحدة ورا شوي يكون flat هاي مثل هاي عندنا هاي الساتلايت سيل الساتلايت سيل الساتلايت سيل هاي تكون flat مجانا نلاحظ انه مسطحة وتحيط السيل بادي بالجانجليا. الجانجليا شنو؟ الجانجليا انتفاخ بهواية
من هذن النيورونز، اكو هواية مثل هاي، وكل وحدة محاطة بستيتلات شاب اللي تكون فلات بتحيطها. و عم ناخذها تفصيل اكثر بعد سبورتنج هذا سنترال نيرفو سيستم. استخلصنا من الاعصاب المحيطية، وين جينا للبراين اند سباينال كورد، الدماغ والحبل الشوكي. سبورتنج سيل، خلايا الساند. طبعا خلايا الساند اكو ثلاث انواع. خلايا الساند اكو استروسايت واليجو دندروسايت، ذني ماكرو جليا يسمون. المايكرو جليا هي المايكرو جليا والابيدايمال سيل، عندنا هذني جروب يعتبران، هذا جروب وهذا جروب، وكل واحد راح ناخذها بالتفصيل بعد شوي. جاي يقول glial cell are much more common in the central nervous system than neuron. هاي الخلايا الداعمة الجليال تكون أكثر موجودة بال central nervous system than neurons. خلايا داعمة أكثر من الخلايا الأساسية مع nervous system. تقريبا لكل نيورون أكو 10 خلايا داعمة تحيطها. neuron glial cell are generally small and only nuclei are seen in routine preparation. شنو routine preparation؟ هو نفسه مال اللي استخدم الأيوسين والهيماتوكسيلين. يقول إن بهاي الحالة راح بس النيوكليوس راح ينشاف إذا نسوي هذا الروتيني البريبريشن، ولكن إذا ردنا ندرس الخلية بكاملها لازم نستخدم سبيشال سيلفر أند جولد ستينينج. جايز سيلفر أند جولد ستينينج هاي راح تبين لنا الخلية كلها مو بس النواية، ونقدر ندرسها. فإذا مثلا قال شنو نوع الستينينج يستخدمها النيوروجلين، قلنا سيلفر أند جولد ستينينج. هاي ملاحظات على أماكنها، طبعا راح ناخذها ورا شوية. أستروسايت طبعا معنى أسترو هو يكون ستار، نجم، سايت خلية، خلية نجمية. خلية نجمية شو يكون شكلها؟ يكون شكلها ستار على شكل نجمة، with many branching cytoplasmic branching، وهواية شجرات يعني من السيتوبلازم processes cytoplasmic processes. nuclei are large ovoid or spherical. طبعا النويات تكون كبيرة وفويت شبه دائرية أو دائري بيضاوي يعني. أنا ما عندي صورة للأسف أتوقع. هاي إن هاي أستروسايت، لاحظوا شلون تكون نجمية، تكون بها هواية سيتوبلازميك بروسيسز، جاي تروح من هاي راحت للنيورون راحت للبلازل، وهاي تكون النيوكلياس شلون كبيرة ودائرية أو أوبوت. The processes passes between neurons and their processes and extend to the blood vessel. هذين الشجرات اللي تطلع منها راح تمر بين النيورونز، لان هي تمتد لهواية نيورونات الكثير يعني تتصل بيها، فتمتد بيناتهن، وايضا تتصل بالاكسونات مالتها وتتصل بالبلاد فيسل، مو الاكسون بالتحديد، لا مو الاكسون، تتصل بالسيل بعدين بالنيورون نفسها. extended as a pedicle or a perivascular feed كقدم. هنا كل شيء واضح. هنا جاي لاحظ هذا بلاد فيسل، هذا بلود وصل داخله بلود، وهنا اكو خليه، وهذا هنا التحيطه الفيت. فيقول شنو هذا الاستروسايت يطل البروسس للبلود فيسل وحيط على شكل فيت، بيري فاسكولار فيت، and to the surface of the brain and spinal cord to the pial surface forming a layer beneath it. العقل محاط بثلاث طبقات من الكونكتيف تيشو، راح ندرسها باخر هذا الفيديو اخر سلايد. الطبقة الداخلية منها يكون جواها طبقة ثانية تكونها الأستروسايت. فهسه يعني شلون تكون شكل؟ خلينا نقول هنا عندنا هذا هو البيال سيرفس اللي احشى عنه، هاي الطبقة الداخلية من البراين ممبرين بيال. جواها ايش راح يكون اكو؟ هذا هنا راح يجي خلينا نقول العقل، هذا جواه العقل، راح يكون بيناتهن هنا طبقة راح تكون هاي الأستروسايت، تمتد البروسيسز وتكون طبقة. عد الصورة بالأخير راح أعطيكم إياها يعني شلون تكون الطبقة. إيه فقلنا خلايا تكون شكلها ستار، نيوكلياس كبيرة، أوفويد، سفيريكال، بيل ستينينج معناها لما نصبغها ونشوفها بالمايكروسكوب تكون شوية باهتة، مو لونها قوي دارك. بعد قلنا There are two types of astrocytes. The astrocytes بها نوعين، fibrous و protoplasmic astrocytes. The protoplasmic astrocytes when موجودة بالgray matter of the brain and spinal cord and they are short, thick processes with many branching and lie around the neuron, synaptic area and blood vessel.
نبدأ بالنوع الأول من البروتوبلازميك الأستروسايت. هذا شو يكون؟ بالجراي ماتر. السنترال نيرفوس سيستم بمكان جراي ومكان وايت. المكان الوايت يكون بي مايلين والجراي ما بي مايلين. نسوي شوية يعني. فشلون يكون شكل هذا البروتوبلازميك؟ يكون شورت. هاي شلون قصير مقارنة بهذا؟ هذا لونج. شورت. ثيك. تلاحظون شلون يكون ثقين مثل هذا ضعيف. وبرانشنج متفرع. هذا كل واحد بين بهواي فروع. هذا لا ما متفرع النوع الثاني. نروح للنوع الثاني. Fibrous astrocytes are found mainly in the white matter and they have long slender processes with a few or no branches. لاحظ هنا يكون slender ضعيف long مثل ما قال هو وما وبرانشنج لوك قليل لو ماكو مو مثل السنة برانشنج بكلش واضح بالنوع الأول البروتوبلازم. الفايبرس أبد ما واضح التشعب. شنو الفائدة من الأستروسايت؟ They control the of signal propagation between the neuron. مثل ما قلنا قبل شوية هنا يجي أكسون هاي هنا وهذا التيرمينال باتون نعتبره هنا خلينا نقول دندرايت يستلم منه. هو شو راح يتحكم؟ راح يتحكم بالريليس مال الماتيريال تحرير المواد اللي هي تنقل الامبلس من خلية لخلية راح يتحكم بانتقالها من هنا لهنا. فهو يعني الفائدة كلش قوية هنا. و the maintenance of the ionic and the transmitter metabolism. الايونيك ميتابوليزم يقصد به هو دخول وخروج الايونات من النيرفاس اللي يسوي نيرفاس امبلس يتحكم بهاي الشغلة لا يزود الكونسنتريشن لا يقل هاي الفائدة. و transmitter metabolism ايضا مثل من هذا الترانسميتر الميتابوليزمات اللي من يكسره ويحول للخليه الثانيه يتحكم بيه. The formation of the blood brain barrier. Blood brain barrier شو اقصد بيه؟ هذا هاي قلنا قبل شويه لاحظ هنا شلون اكو بلاد وهنا يكون يعني حول هذا كله يكون نيرفوس تيشو وهذا الفيت تعزله. شنو فائدته؟ حتى يمنع انتقال المواد المزينه مثلا توكسينز بكتيريا يعني اي شيء مو زين هو يمنع انه يوصل الدماغ الدماغ لين والسبينال كورد لانه مكان كل كلش مهم هو سيد الجسد. انواع الخلايا لما نشرح هذني نرجع له. عندنا اول شيء الاوليجو دندروسايت. شنو الاوليجو دندروسايت؟ they are smaller than astrocyte. الاستروسايت اللي اخذناها قبل شوي هاي الخلايا النجميه هاي الاستروسايت اللي تحيط بالبلاد بس تسوي فيت يكون اصغر منها هاي. شين فائدتها؟ طبعا توجد في اثنين اماكن in the gray matter closely associated to the pericardia يعني تكون موجودة في المادة الجراي ويا السيل بودي مال النيورون. هاي هنا مو كلش مفيدة. اهميتها وين؟ بالوايت ماتر. وين تكون بالوايت ماتر؟ ويا البندلز مال الاكسونز ويا مجموعة من الاكسونز. واكو ثانية موجودة بال blood vessel a perivascular position around the blood vessel مثل الاستروسايت تجي تحوط البلد بوصل شويه. بس هو الفائده الاهم من عندها بالوايت ماتر شلون هناك هذا اكسون 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 هي سو حول المايلين شيت ذاكره هو اوليجودان سايت ار ريسبونسبل فور ذا مايلين فورميشن ذس سيرفينج از ذا سيم فانكشن از سيتوان سيل. قلنا البريفيرال نيرفوس سيستم تمنع خلايا بي سيتلايت سيتوان سيتوان يسوي المايلين بالسنترال نيرفوس سيستم اللي يسوي هو الاوليجودندروسايت. Unlike Sichuan, each oligodendrocyte have cellular processes and this forms myelin around several adjacent nerve fibers. هاي هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا الاوليجودندروسايت وهذا اكسون اكسون اكسون. لاحظوا انه اكو هواية تفرعات processes تروح لكل اكسون ويسوي حوله مايلين. Sichuan cell يسوي المايلين. Sichuan يسوي المايلين تحيط بس اكسون واحد. هذا احد اختلافات. زقنا الاوليجو موجودة بالجراي ماتر والسيل بادي. يعني شو تسوي يم الاكسون؟ هي لو الجراي ماتر ما بيها مايلين بالوايت ماتر تكون يم الاكسون حتى تسوي المايلين وايضا تكون قريبه من البلاد فيسل تشجراتها مثل الدندروسايت. ساي خلاص المايكروجليا. المايكروجليا هي ماكروفيج. ماكروفيج موجود بالسنترال نيرفوس سيستم. شو يسوي الماكروفيج؟ يلتهم البكتيريا المواد المزينه وغيرها. ابندايمال سيل. ابندايمال سيل هسه النوع الاخير. طبعا المايكروجليا هي شو اسمه المايكروجليا سمولست وان يعني اصغر نوع من الخلايا. اذا سيك اصغر نوع من الخلايا هو المايكروجليا بالسنترال نيرفوس سيستم من النيوروجليا.
cells lie the central canal of the spinal cord and the ventricles of the brain as columnar or cubital cell. هذني line يعني حيطانها. السنترال كانال مال سبينال كورد، هسه عندنا هذا سبينال كورد اكو بنصه يكون اكو مثل القناه، فهو هنا يحيطه ويكون شكل اما كيوبويدال او كرومنال، في معنى كيوبويدال على كرومنال. And involved in the secretion of the cerebrospinal fluid CSF cerebrospinal fluid هنا. فهاي الخلايا اللي تحيط السنترال كانال مال سبينال كورد او الفنتركلز مال الدماغ، حجرات بالدماغ، تكون هاي مملوءه بال السيريبرو سباينال فلويد اللي تفرز هاي الخلايا. فهم؟ تخيل اكو حجره بالدماغ، وهاي الحجره على محيطها كلها اكو من هاي الخلايا، وهاي هي تفرز السيريبرال سيريبرو سباينال فلويد اللي يترس هذا الفنتركل. طبعا عشان فايته وفايته هواي، يعني تغذيه، ميتابوليزم، كاشنينج، هو عكله. طبعا اكو سباينال كورد بدايه المحاضره اكو صوره، هاي هذا مو سباينال كورد، هذا سنترال كانال. اي سنترال كانال هتكون محاطة بالابندايمال سيل اللي يسوي سكريشن لل سي اس اف. بعد شو بريفيرال نيرفز؟ بريفيرال نيرفز احنا بالاعصاب المحيطية. Each peripheral nerve is surrounded by a connective tissue sheath. كل عصب يكون محاط ب connective tissue اللي هو النسيج الضعف، يسموه شني؟ الإبي نوريوم. يا هو الإبي نوريوم، هو أكو ثلاثي، إبي نوريوم، بيري نوريوم، إندو نوريوم. نبي من يعني الواحد اللي من برا، الإبي نوريوم اللي حيط الكل النير العصب كله، هذا يسموه إبي نوريوم. لاحظوا شلون يحيط العصب كله. سبتا from this layer pass inward and divide the nerve into a chamber of bundles or fasciculi and from the perineurium sheath which surround each fascicle. اشتغلنا على السطر. انه هذا راح ينقسم من الجزء، شو يسوي؟ يسوي البرينوريوم. برينوريوم هذا شو يحيط؟ يحيط البندل. هنا بس هنا عندنا هذا قلنا الخارجي هو الابي اللي يحيط كل بندل، كل مجموعة نيرف فايبر، شو يسموه؟ يسموه بيري. بس هذا بيري، هذا بيري اللي يحيط الاندونيوريوم. شنو الاندونيوريوم؟ هذا يحيط كل نيرف فايبر. شنو كل نيرف فايبر؟ يعني كل اكسون. هذا بس هنا عندنا هذا اكسون، هذا الازرق، شو يحيطه؟ يحيطه هذا الاصفر الغامق شوية، هذا كونكتيف تيشو. فاحنا اذا نبدي من جوا عندنا هذا الاكسون، الاكسون يحيطه كونكتيف تيشو، لوز كونكتيف تيشو اللي ويا مجموعة أكسون ثانية. هذا أكسون واحد، أكسون واحد، أكسون واحد، كل واحد منهم محاط بإندو نيوريوم. هاي المجموعة راح يجمعها سوا كونكتيف تيشو ثاني اسمه بيري نيوريوم. بعدين أكو مجموعة بندل 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 راح يجمعهن واحد ثالث الخارجي إبي نيوريوم. هذا الإبي نيوريوم هو دينس كونكتيف تيشو، وهذا يكون لوز كونكتيف تيشو. Each fascicle contain many nerve fiber. يقول لك كل هاي الفاسيكل، كل مجموعة يكون بها هواي nerve fiber، هواي axon. And within the perineurium are strands of delicate connective tissue extending around and between individual nerve fiber. يقول هسه داخل هذا شو راح يكون اكو؟ هذا البيري راح يكون داخله strand، اجزاء منه اللي راح تحيط كل axon منهن. شي يسموه الاندو الداخلي، اندو نيوريوم. This endo nuriyum composed of delicate collagenous and reticular fiber flattened elongated fibroblast. شو يكون بي هذا connective tissue؟ يكون بي reticular fiber، collagen fiber، وأيضا fibroblast elongated، يعني يكون متحوسة بين الفايبرز، تكون elongated، مستطيلة، مستطالة. ليش هاي الفايبروبلاست؟ أكيد حتى تعطينا collagen و reticular fiber. فإذا سنسوي مراجعة سريعة، الإبي هو اللي يحيط كل النيرف، هذا يكون منه سيبتا. سيبتا هي الجزء اللي يقسم البندلز، يجي منه سيبتا. سيبتا from this layer inward divide the nerve into a number of bundles، مجموعة من الحزم. يقول وداخل هاي الحزم within the perineurium، هذا البيري اللي يحيط في الحزمة، داخله
يكون اكو ستراند اوف ديليكيت كونكت تشو، يكون رقيق كونكت تشو عباره عن شويه فايبر شويه خلايا فايبر بلاست تحيط كل اكسون منهم. اوكي، دانس الخارجي والداخلي لوز مثل كل التشوز اللي بالبادي. The nerve fibers are of two types. طبعا الأكسون أو nerve fiber أكو اثنين أنواع منه، myelinated and unmyelinated. المايلينيتد يكون محاطة بمايلين، والمايلينيتد يكون ما محاطة. المايلينيتد يكون أكبر، المايلينيتد يكون أصغر. و هسه راح اشرح لك بالتفصيل على الرسم شلون يتكون كل واحد، شلون الموضوع معي. The examination of peripheral nerve in the electron microscope show larger myelinated and smaller unmyelinated nerve fiber. مثل ما قلت المايلينيتد تكون اكبر، المايلينيتد تكون اصغر. In addition to this, it shows a supporting cell present in the nerve constituent cell. الخلايا اللي تفرز المايلين بال peripheral nervous system منه؟ كتلقي نفس تشوان في central nervous system oligodendrocyte. بس احنا شغلنا بالperipheral، بنحكي عن السيتشوان. Examination of the next slide will illustrate how each Sichuan cell is associated with a single myelinated fiber but more than one unmyelinated fiber. The myelin sheath is formed by the Sichuan cell. اشرح هذا الحكي هنا بالسلايد الجاي. النوع الاول هذا يكون المايلينيتد. لاحظ هنا عندنا هاي عندنا هذا اكسون هذا وهذا السيتشوان سيل تحيطه نيوكليوس وسيل ممبرين وهاي سايد بار. ايش راح يصير؟ هذا السيل ممبرين راح يلتف يجي يتحرك، هذا يسمو هذا يجي حافته يجي يلتف حوله ذاك يجي يطول يظل يحوطه مثل هنا. جاي لاحظ شلون دخل حول الاكسون يظل يحيطه اكثر من مره. فهذا السيل ممبرين شنو عباره عن ليبيد، قلنا ليبيد باي لاير والانتجرال بروتين، البروتينات اللي مغروسه بيه بهذا الممبرين الغشاء الخليه. فهذا الغشاء يكون بداية محيط على شكل مرة واحدة وراح يجي يلتف بعد مرة ويظل إلى أن يسوي هيج أكثر من طبقة، هاي يسمون المايلين. اللي إن مايلينيتد لا ما يلتف ولا تعبر ولا يسوي لأن أصغر لأن يكون سمولر، فهو السيتوان سيل يأخذ هواية أكسونز هواية نير فايبر بالبداية، وراها لما يكبر كل واحد يفصله بمكان هذا أكسون 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 أكسون. بس هنا هذا يعتبر قلنا المايلينيتد يكون لارجر، فكل سيتشوان سيل تاخذ اكسون واحد وتحوطه، بينما هنا هذا يكون ذني اصغر فعادي سيتشوان سيل تاخذ اكثر من واحد. لهذا قلنا الفرق السيتشوان سيل تسوي المايلين تحيط واحد، بس الاوليجو دندروسايت من سنترال نيرفس سيستم مثل ما قلنا في ذيك الصوره تروح لاكثر من اكسون وتسوي له احد الاختلافات. اسمع الدكتورة نفسه، ها هنا عندنا اكسون سيتشوان سيل راح يجي يحيطه بالبداية وراح يظل يلتف الى ان يحيطه باكثر من طبقة من هذا السيل ممبرين وين انتجرال البروتين. هسه هذا مقطع ثاني من هذا، اذا نشوفها من غير جهة راح يكون كل سيتشوان سيل يسوي هيجي تفاعل صغير من المايلين بين كل منطقة المتقاطعات يسويها سيتشوان سيل واحد. بس شنو هذا؟ هذا هو عبارة عن مايلين ملتف من سيتشوان سيل وحده، والمنطقة اللي ينقطع بيها هو حدودها وهذا حدودها، هذا يسموه نود اوف رافينير. هذا كل اثنين رود اوف رافينير بيناتهم مسؤول عن سيتشوان سيل، مثل هذا وهذا مسؤول عن واحد، يعني رود اوف رافينير وهنا واحد ثاني مثلا مسؤول عنهن سيتشوان سيل واحد، هذا وهنا مسؤول عن سيتشوان سيل واحد. فهي نفسه مثل ما قلنا قبل شوية شلون هذا مثل هنا رود اوف رانيفير واللي قدامه رود اوف رانيفير البيانات مثل عن سيتشوان سيل واحد. Peripheral nerves. This micrograph is taken from peripheral nerve which was mixed in osmium which stains the myelin black. هذا النيرف حطه بصبغة طلع المايلين هاي الطبقة الدهنية على لون أسود. Then carefully teased to separate the axon. بعدين وخروا برقة على كيف حتى يوخرون شني يوخرون الأكسون يبقى عندنا مثل المايلين. The arrow indicate a break in the myelin sheath. هذا السهم جايبين انه اكو مكان يعني متوقف بين المايلين يسموه كلمة road of node of ranivir. هذا يسموه road of ranivir. The myelin between two adjacent nodes of is found by a single Sichuan cell.
المايلين هذا يستخدمون كله مايلين بين اثنين رودوف رانيفير يسوي عن سترانسيال واحد سترانسيال يسوي من نال هنا كل المايلين. طبعا معلومة انه حسب اللي عرفته المايلينيتد يكون غير منقطع، بس هنا عندنا هذا بي رودوف رانيفير حيث يكون كل خلية سوى وحدها، هنا راح يكون مستمر ويا حسب اللي اعرف. هاي معلومة هيك زيادة والله كلش شيناها. جانجليا، جانجليا شنو هي الجانجليا؟ الجانجليا اتس ا كولكشن اوف نيرف سيل بادي، تجمع من السيل بادي هاي اللي يكون بيه سيتوبلازم ونيوكليوس الجزء الرئيسي منه. located outside of the central nervous system called ganglion. مجموعة من السيل بادي بالبريفيرال نيرفوس سيستم شو يكون اسمها؟ يكون اسمها جانجليون، مثل هذا جاندر سيلس هذا يكون بالبريفيرال نيرفوس سيستم، هذا سبينال كورس سنترال نيرفوس سيستم هذا خارجي يكون هنا بالبريفيرال نيرفوس سيستم شو يسموه جانجليون. لكن اذا كان اكو شو اسمه تجمع من السيل بادي بالدماغ شو راح يسموه؟ A similar collection of substance in the central nervous system is called a nucleus. هذا تجمع من السيل بادي اذا كان بالسنترال نيرفوس سيستم راح يسموه نيوكليوس، مثل ما درسنا بالكنترول اوف ابيتايت اكو نيوكليوس يتحكم بالشهيه فهي يسموه نيوكليوس اذا كان سنترال نيرفوس سيستم، اذا كان لا بريفيرال خارجه يسموه جانجليا. الجانجليا اكو نوعين كرانيو سباينال واوتومونيك. الكرانيو سباينال هي السنسوري مسؤوله عن التحسس اند والنوع الثاني والاوتومونيك اور فيسرال اور موتور اللي يكون اوتوماتيكي عن التحريك مسؤول تحريك العضلات الإرادية وغير الإرادية بشكل عام. تومونيك تومونيك نيرفوس سيستم بس اللي عندنا بالجانجليا نوعين كرانيو سباينال مسؤول عن التحسس والأوتومونيك اللي هي عن الحركة الغير الإرادية فقط اللي مثل سموث مصول وغيرها راح ندرس كل وحدة وحدها. هنا جاي أشرح لك عن مكوناته يقول لك كل جانجليون يكون محاطة بكابسول من كونكتيف تيشو، بس هذا عندنا هذا جانجليون هذا هنا شو هون حيطة كابسول من كونكتيف تيشو هذا من هنا كابسول من كونكتيف تيشو ايه. وش يكون بي بعد؟ يكون بعد بي سيل بادي هو مكونات السيل بادي والبروسيسز مال الاكسون والدندرايت. يكون كل سيل بادي كل سيتوبلازم وسيل ممبرين بما محاط ساتلايت سيل يا ساتلايت سيل هاي قلنا خلينا نعقب شوية او نقل شوية هاي ساتلايت سيل مثل هذا سيل بادي يكون محاطة بستلايت سيل يكون هو إلونجي فلات فانسا نحن ندرسها بتفصيل أكثر بس ورا شوية. يبدي بأول نوع الكرانيو سباينال جانجليا كرانيو سباينال جانجليا الفيوزي فورم أور جلوبيلار تكون يعني مغزلية تكون كروية of the posterior root of the spinal nerve يكون من الروت الخلفي من السباينال نيرف هذا الجذر ساعدنا هذا تخيل السباينال نيرف هذا من الظهر من البطن هذا جاي يجي من الجزء الخلفي posterior وهذا يجي من الجزء الأمام anterior فيكون بال posterior root هذا يعني cranial ganglia are similar swelling of some cranial nerves. بس احنا حكينا عن الجزء مال spinal قلنا spinal هي تكون تطلع من ال posterior root مال spinal cord زين والكرانيو الكرانيو هذا يعني. الكرانيو هي الأعصاب اللي تجي من الدماغ مباشرة عندنا هاي الأعصاب كم واحد إنه معروفات عددها يكون متصل بالبراين الانتفاخ بين بيهن هذا يسموه جانجليا. The ganglionic cells are pseudo unipolar يكون شكلها pseudo unipolar مثل ما سراح ورشوي بهاي الصورة طبعا هذا رسم توضيح الرسم الحقيقي مثل هذا بس راح ندرس عليه ساخذه بالتفاصيل. هنا ايش عندنا؟ جاي نلاحظ شو عندنا هاي pseudo unipolar cell بها بروسيس واحد منقسم جزئين ويكون محاطة بساتلايت cell بس هذا نوع الخلايا بالكرانيو سباينال هو نيورو جانجليون. The pericardia are arranged in a group at the periphery or the cortical zone of the ganglia, separated by fiber bundles. شخص ده جاي يقول إنه البيريكاريا أو السيل بادي ما تكون هواية بالنص، تكون على الأكثر بالمحيط. هنا جدا ناخذ هاي الصورة هنا. عندنا هاي هنا هو هذا ganglion كله. لاحظ هنا السيل بادي هنا بيكون على أطراف مجتمع. هاي السيل بادي حول نقاط صغيرة اللي هي ساتلايت سيل. هنا ايضا بالاطراف هم يعتبر كمية زينة هذا هنا الطرف الثاني هذا سيل بادي حول الساتلايت سيل مفصولة بالنيرف فايبر هاي عن نيرف فايبر تشوف جنا لاحظ شلون تفصل الجانجليون هواية
فقلنا شلون لاحظنا انكم متجمعة على الاطراف مال البيريكاريا وكن مفصولة عن الفايبر باندلز. Each pericardia has a capsule formed by a singular of small loculopidal cell. مثل ما قلنا انه شفنا بالصورة قبل شوية انه هاي البسيدو يونيبولار محاط بهواية ساتلايت سيل. Centrally or amphocyte around which is a thin layer of vascular connective tissue. قلنا شلون انه حيط الجانجليا كله عبارة عن connective tissue. هذا كبسول من الconnective tissue. Centrally located in the ganglion are bundles of nerve fibers forming ambulatory zone where pericardial are flow. الجزء المركزي من هذا الكرينوسباينال جانجليون مثل هذا الجزء المركزي. شيء لاحظ انه ماكو هواية سيل بادي. كله فايبر هذا فايبر 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 فايبر. معظم عبارة عن فايبرز. السيل بادي كلش قليل وهذا يسموه الامديولاري زون. بس خلينا نرجع للكرينوسباينال جانجليون. الكرينوسباينال جانجليون قد يكون انتفاخ من الاعصاب الكرينال تجي من البراين مباشرة ينتفخ يصير مثل هذا يصير جانجليون. او قد يكون بالسباينال نيرف سباينال هذا يجي بوستيريور روت ومنه يصير انتفاخ هذا يصير كرينوس سباينال جانجلي. هذا النوع مكانه شلون يكون شكلها؟ يكون محاطه بكبسول من الكونكتيف تيشيو ويكون السيل بادي على الاطراف هنا وهنا اون ذا بيريفري وتكون مفصوله بالفايبر باندل. هذا فايبر باندل فايبر باندل فايبر باندل يفصلهم وبالنص يسموه امديولاري زون. هاي الامديولاري زون ما بيها هواي سيل بادي معظمها فايبرز. Autoimmunic ganglia. سخلصنا من النوع الأول. وصلنا النوع الثاني هو Autoimmunic ganglia. Are swelling located along the sympathetic chain. هي شنو sympathetic chain راح ندرسها بالتفصيل بالليكتشر الثاني في الفيديو الثاني. بس راح أعطي عنها ملخص. Sympathetic chain هي عبارة عن nerves تطلع من ال spinal cord وتنتشر للجسم كله. للأجزاء اللا إرادية مثل ال stomach وغيرها intestine. بس خلنا يقولوا بالسمباثيتك يكون على طولها and also within walls of organs supplied by the autonomic system. sympathetic والparasympathetic تكون within the walls of organs supplied by the autonomic system. راح ناخذها بتفصيل systemic and parasympathetic. sympathetic and parasympathetic بس يعني باختصار وين موجودة اللوكيشن تقول لي along the sympathetic chain and in the walls of the organs where they are very small تكون أصغر من ديجا الثانية. Like craniospinal ganglia, a connective tissue capsule envelop the ganglion. يكون هذا الجانجليون هسه بس خليه وحولها ساتلايت سيل. يكون هسه هذا كله محاط بكابسول مثل قبل شوية. هذا كله محاط بكابسول من connective tissue. Except in very small peripheral ganglia. بعض الجانجليون تكون بالمحيط الجسم ما بيها هذا الشيء. Ganglion cells are multipolar. Multipolar يعني مو مثل الخلية هناك. هنا أحد الفروقات. سيدنين شيء يعتبرون أكبر هنا يعتبرون أصغر. اللوكيشن أيضا هناك كرانيال أند سباينال هنا تكون بالسيمباثيتك وبالوالت. هناك تكون بسيدو يونيبولر سيدو يونيبولر هنا لا تكون مالتي بولر مالتي بولر مثل هاي الخلية وهاي شلون يطلع هنا دندرايت هاي دندرايت وهاي جاي تطلع منها في مالتي بولر. بريكاريا don't show a peripheral localization. بريكاريا and fibers are intermingled in the ganglion. هناك مثل ما شفناها من كرانيوسباينال يكون على المحيط وبالنص فارغ. هنا يقول لك لا ذني ممتزجات سوى الفايبرز والخلايا السيل باديز مو انفصلت. هناك هذا محيطي هذا مركز. فشنو اهم الفروق اللي سجلنا هناك عندنا يكون لارجر هنا عندنا سمولر. هنا اللوكيشن هناك بالكرانيال نيرفز وال posterior root of the spinal nerve or dorsal root posterior root yeah posterior root سهنا يكون وين موقعها posterior root or dorsal root of the spinal nerve وأيضا يكون موقعها بال swelling of the cranial nerves. هنا لا يكون بال sympathetic chain هذا ولا شوية هاي تكون larger هاي كبيرة هنا هنا تكون smaller محيطة بكابسول. هنا ما يعتبر فرق قوي بس يعني بعضهم ما محاط بكابسول. هاي multipolar هنا مبين شلون dendrite هاي unipolar. Pericardia don't show up for referral localization. هنا ممتزجات في كل مكان مثل هنا على هذا الجزء من الصورة لاحظ ان هناك satellite cells هذن كلهن neurons ويا هاكسون ممتزجات. هنا لا هذا هو الفايبر شيء غليظ يكون بالنص معظمه والخلايا بالبريفير على الأجزاء. ثم لاحظ هنا لا
الاكسون يكمل. يسموه هذا نيرف العصب، هو عبارة عن اكسون هواية. peripheral neural cells in the peripheral nervous system. The neurons in the peripheral nervous system are called ganglia. This myograph show an autonomic ganglion. Neurons are associated with satellite cell. طبعا يقول لك شو اسمه؟ يسموها ganglionic cell. النيورونز. شفت هنا هذا عندنا. هذا يعتبر تقريبا نيورون. هو نيورون وعنده اكسون وياه. هذا من نيورونز يعني cell body. هو cell body جزء من النيورون. هاي يسموها ganglionic cell. وهنا عندنا هاي الصورة شو تبين؟ هاي تبين جزء من الاوتومانيك جانجليون النوع الثاني اللي يكون مالتي بولر. هذا السلايد هو شوية بهواية حكي بس اعطيكم ملخص بسرعة قبل النقطة. هذا مالتي بولر يعني يكون بهواية اكستنشن مما اخذنا قبل شوية. جا نشوف هذا مثلا هواية اماكن ما بيها ساتلايت سيل، بس هاي نيوكليوس، هاي نيوكليوس، نيوكليوس وهاي الخلية. هنا اكو ساتلايت وحدة اثنين ساتلايت سيل هنا، هذا منها محاطة بس منها ومنها ومنها، قليلة مع منها ومنها، وحدة هنا بس من هاي الجهة، واحدة هنا. شنو السبب؟ السبب انه هاي مالتي بولر يعني عندها هواية تفرعات دندرايت. بس هنا عندنا نقرب شوية، هذا هاي مالتي بولر، فأكيد هاي التسجرات اللي راح تطلع راح توقف في ساتلايت سيل، فما يحيطها كلها. بالبسيدو النوع الثاني اللي هو بالكرينال سباينال راح يكون ماكو تسجرات تطلع، فيحيطها بشكل كامل هذا الساتلايت سيل. فسنرجع نقراها. قلنا neurons in the peripheral nerves are called are located in the ganglia. The neurons شو نسميها؟ نسميها ganglion cell، ganglionic cell، هو الموجودة بالجانجليا. ايه this micrograph show an autonomic ganglion. هذا يسوي autonomic multipolar associated with satellite cell. هذا satellite cell تحيط. In autonomic ganglion substantial parts of the neurons are free of satellite. هواي اجزاء منها ما بيها satellite cell. ليش؟ لان اكو هواي دندرايت تطلع مثل ما قلت لكم، هذا دندرايت مالتي بولر. بينما الرسمه الثانيه تراوي الكرينيو سباينال سيدو يوني بولر از اوف دورسال روت. كان الدورسال روت هو سيدو يوني بولر سيل كرينيو سباينال. ذا نيورونز ار اجين اسوشيتد ساتلايت سيل، هم ويا ساتلايت سيل، بس جاي راح تقدر تلاحظ نوت هاو ماتش ذي ار مور نيومرس، ايش قد هم اكثر. هاي هنا الخليه محاطه بهم كل الجهات، الخليه محاطه من كل الجهات. نعم هواي they are arrow pointed automatic. نعم فيقول ان شلون هم how much more numerous، ايش قد هم اكثر قارن بالاوتوماتيك. هناك هواي بس هذا كله فارغ، هاي بسيمها كم وحده. هاي هنا لا محاطه كلش، هاي هنا محاطه كلش، فهذا يبين لك الفرق انه هناك هواي دندرايت هنا ماكو دندرايت. هسه راح اقول كم معلومه شويه خربطتها. الجلي النيورون طبعا بالبرفيرال نيرفس سيستم يكون موجود بس بالجانجليا. هسه هنا هذا مثل هذا تلاحظ هذا يكون هذا عصب هذا وبينتفخ. تكون الخلايا النيورونز السيل بادي وين موجوده؟ موجوده هنا بالجانجليا. الباقي مثل هذا تكمله الاكس، تكمله العصب بس اكسون صار كل جاي يشوف ازرق مثل هذا بس اكسون. خلايا السيل بادي بالاساس موجوده بالجانجليا، شو يسموها هنا؟ جانجليونيك سيلز. سنترال نيرفس طبعا سنترال نيرفس سيستم مقسم الى جزئين وايت وجراي. طبعا جزء اي هذا يحصل احسن، بس هذا الجراي وهذا الوايت. قلنا شنو الفرق؟ الفرق انه الجراي ما بي مايلين بينما الوايت بي مايلين. المايلين هي ماده دهنيه بيضاء اللون. المايل الوايت بي برايمري نير بروسيسز اكسونز وياها مايلين ان سبورتنج سيل نيوروجليا، بينما الجراي ما بي مايلين فيكون بي نيورونز وسبورتنج سيل. فهو بالعاده حتى بالدماغ لا ما المناطق البيضاء يعني بيها اكسونز هواي مايلينيتد، الجراي اقل بيها هم بيها نيورونز سبورتنج سيل سواء كان سباينال كورد او البرين. ف ترى صح جزء احنا ما عاد صار هالشيء، بس ترى البرين هم بي جراي كان عاد صار صدق. هذا هنا، هذا هنا جزء من العقل هنا، هذا يسموه جراي وهذا وايت ماتر. شوف حتى العقل بي جراي ووايت، فهذا الجراي والوايت يختلف حسب المايلين. بس هذا بي primary processes يعني axons ويها مايلين، هنا لا يكون بي نيورونز ويا نيوروجليا. processes نيوروجليا نيورون نيوروجليا مايلينيتد يعطيها يعني المايلين يعطيها اللون الابيض. فاتي المننجز. المننجز هي شنو؟ قبل ما نبدي الفكره من هذا السيستم مين يتكون؟ يتكون من البرايم سباينال كورد. يحيط
هذا يعتبر كورة، حيطة بالعمود الفقري والجنجر، الحيطة تستخدم الرصاصي وتهمي. المننجايز يكون يعني جواهم بين هالشغلتين، بين العظم مال الفيرتبرا والسكال، وبين ال اللحظة وبين البراين. مثل هذا، هنا عندنا هذا العظمة وهنا نيرفس تشو، بيناتهم يكون المننجاينس كونكتيف تشو، فهو بدار كونكتيف تشو بين البون والنيرفس. فنبدي قلنا الساتر نيرفس سيستم منو يحمي الجمجمة والفيرتبرا كولوم من العظام. It's also encased in the membranes of connective tissue. يكون هيك محاط بنسيج ضام يسموه المننجاينس. فهو شو راح نبدي؟ طبعا هذا المننجاينس بثلاث طبقات، تمجي من الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية اسمها دوراميتر، اراكونويد بالنص، بياميتر، بياميتر قلنا قبل شوي البياميتر ذيك اللي هو الاستروسايت، سنرجع ذاك الجزء بعدين. الاراكونويد اند بياميتر الوسط والداخلي مرات يعتبروهم طبقة واحدة بس. are linked together and are often considered a single layer. متصلات مرات بعضهم يعتبروها طبقة واحدة يسموها البي اراكونويد. راح ندرسها من فصل. نبي اول وحدة الجوراميتر. الجوراميتر قلناها هي الخارجية، فخلنا نجي هذا طبعا رسم الدكتور. هذا الجوراميتر، هذا عندنا السكال هنا العظم، وهذا الجوراميتر هذا الخارجية. انا طبعا اخذ الرسم معتي، بس هنا هذا الرسم شوي ايش راح نبين من برا. عندنا الجلد البيروستيوم اللي هو اللي يحيط العظم، العظم وجواياه هو الجوراميتر، هذا الدوراميتر. هاي الطبقة شو تكون؟ طبعا تكون دينس كونكتيف تشو، هي دائما الخارجية تكون دينس كونكتيف تشو. and it is continuous with the periosteum of the skull. يكون امتداد للبيروستيوم مال السكال. شنو البيروستيوم؟ هي الغشاء الخارجي للسكال. قد تقول هذا البيروستيوم شو صاير برا والديوراميتر جوا البون، شو متصلات؟ الجمجمة بيها تشققات، مثل هذا اللي صاير بالنص بالضبط على الميديان بلين، واللي صاير بالاطراف اللاترال البوستيرير مال الهيد. فبهاي المناطق ايش راح يصير؟ راح يكون منطقة يتصل البيروستيوم الخارجي برا البون ويا الجوراميتر جو البون. مثل هنا خلينا نقول هنا اكو تشقق، هنا ماكو تشقق، هو بس خلينا نقول لكم راح يتصل هنا وهنا. فيعتبر امتداد لها، لذلك يقولون هي امتداد لها. بعض المناطق يكون ماكو بون لان تشقق ويمتد بعد مخارجية. الاراكونويد، شنو الاراكونويد؟ الاراكونويد has two components. الاراكونويد توصلنا من الطبقة النص، خلصنا من الخارجية تكون dense و continuous ويا البيروستيوم. الطبقة النص تكون بها طبقتين، يعني الطبقة النص بها طبقتين. أول وحدة الـ A layer in contact with the durameter، الطبقة العلوية تكون متصلة بالدوراميتر. بس هذا الـ Arachnoid، هذا الـ نقول هنا الـ Arachnoid بجزء علوي متصل بالدوراميتر. وكو شني؟ كو بي ترابيكيولا مثل الـ Strand، يعني هيك مثل الخطوط أو الـ يعني حزم Strands من الـ Fibers، من الـ Collagen Fiber، وهي تتصل بالطبقة اللي جوا. فالاناكرويد هي الجزء اللي بالنص بين البيالميتر وبين الجيراميتر، يتصل بالفوق بطبقة وبالجواب الترابيكولا. and a system with trabecular connecting with the layer piameter جوا. the cavities between trabecular form subarachnoid space. هنا جاي لاحظكم هواية فجوات، هاي الفجوات راح يسموها subarachnoid cavities أو space. هاي السبيس ما بتكون تكون بسبب هاي السترانت انه بتعوف بيناتها فراغات، مثل ال انا ذكرني مثل البون السبونجي بون، شلون انه اكو مثل العظم يسوي كافيتيز. فهاي الكافيتيز طبعا شو يكون بيها؟ هي مثل كل كافيتي يكون بيها سيريبرو سباينال فلويد فيلد وذ سيريبرو سباينال فلويد. هاي مو موجود، قلنا موجود بالقناة المركزية مال سباينال كورد، بالفنتركلز مال البراين، وهسه هنا فهو يملأ الفراغات. The arachnoid is composed of a delicate spider-like web, connective tissue devoid of blood vessel. سيقول لك وشنو؟ مثل الشبكة، connective tissue مثل spider web مثل الشبكة، يكون devoid of blood vessel، خالي من blood vessel. سقد نشوف هنا بالرسم، هنا الرسم هنا حتى رسم الدكتور يكون ب blood vessel. شلون نقول خالي من blood vessel؟ قصدي خالي من blood vessel يعني ماكو capillaries تمتد له يما تغذي، ولا هو يعني ماكو شيء يغذي اصلا، لذلك ما يكون اي فاسكولار. هذا اللي يمر مجرد يمر بالمنطقة ما يغذيها،
ولو اكو كابيلاريز يمتد من غذا المنطقة يسموه فاسكولار، بس لأنه بس هيك يمر يعني بلاد فاسل كبير يمر يسموه اي فاسكولار ديفويد اوف بلاد فاسل. بياميتر، بياميتر هي الطبقة الداخلية. It is a loose connective tissue. الخارجي dense، الداخلي loose. Containing many blood vessels. هذا vasculated. B blood vessel. It is located quite close to the nervous tissue. يكون كلش قريب من النيرفوس تيشو. احنا قلنا عندنا هذا البون وهذا البرين، هو يكون اقرب واحد اله. Between the pia-meter and the neural element is a thin layer of neural glial processes. يكون شي يكون؟ يكون بين pia-meter و nervous tissue اكو طبقة رقيقة يكونها الاستروسايت. الاستروسايت هي neural glial cell بالcentral nervous system. The layer of neuroglial processes forming a physical barrier يكون مثل الحاجز. هذا يا ذا نشوفه عادل أكثر. مثل هنا هذه الطبقة هيجي يا هي هاي تكون هالطبقة الأستروسايت اللي تفصلها عن البياميتر. فس هنا عندنا جوة هذا هنا هنا عندنا نيرفوس تيشيو والأستروسايت جاي يسوي مثل الحاجز. هذا الحاجز وين صاير؟ هنا أو يعني طبقة هنا هنا يعني بيناتهم. هنا البراين بأستروسايت سوى هنا حاجز، فلذلك هي قريب أقرب واحد له لكن ليست للملامسة مثل ما يقول هو. It is not in contact with the nerve cell or fiber. Between the PR meter and the neural element is a thin layer of neural processes. قلناها قبل شوي قلناها. Will barrier separates central nervous system from the cerebrospinal fluid. اللي يفصل الجزء المركزي من الدماغ يعني هو الموجز المركزي يعني هو central nervous system brain spinal cord. ماني فصله فصله من ال cerebral spinal fluid الموجود هنا. طبعا هاي يمتد على طول ال central nervous system مو بس ال brain حتى ال spinal cord. يعني خاف هذا الشيء مو واضح يعني ما قلته، بس هو يعني ال central nervous system كامل. فصراحة أراجعها بسرعة هاي من جاني آخر شيء. عندنا هاي ال skull رسمة جواري ده هذا ال skin هذا ال skin جوا ال periosteum جوال سكال جوايا هي الطبقة الخارجية الأكثر شيء هي هي الجيراميتر. الجيراميتر تكون متصل بالبروستيوم بأماكن التشقق ما تكون خارجية هاي تكون دنس. عندك البنص هاي كلها جيراميتر هنا وصلنا هاي هذا الأراكونويد. الأراكونويد هي أول شيء طبقة متصلة بالجيراميتر مثل هنا متصلة بي. وطبقة يسوي مثل الترابيكولا ستراند مثل السبايدر ويب اللي يسوي هنا هاي مثل شبكة مال العنكبوت اللي تتصل بيه من تصل بالطبقة الداخلية. الطبقة الداخلية هي طبقة داخلية البياميتر هاي البياميتر. البياميتر بيه من مفصول عن الوايت ماتر والجراي ماتر مع الدماغ يكون هنا طبقة صغيرة يكونها الأستروسايت وهي تمت. راح هسا هذا الجزء الأول، بقى الجزء الثاني عن السيمباثيتك والباراسيمباثيتك نسأل شوية.